عن أي حال ابن عباس فقيه عالم ناظر الخوارج يرجع منهم شك كده يا اخوانا الخوارج اللي قاعدين الليله ديل يقول لك داعش وتنظيم شنو جبهه نصره وكل مره ودول كلهم افراخ الاخوان المسلمين الفكر ده كله قاعد في كتب في سوقنا ده قاعده يعني ما تتخيل الفكر ده بزعي الناس دول خويصره وانتهى هسه في اروح معايا المكتبه اوريك في مكاتبنا دي قاعده كتاب زلال القران كتاب معالم في الطريق كتاب العداله الاجتماعيه قاعده الكتب والفكر ده شغال ويفتك في ابناء الامه. هسه قبل ايام اتصلت واحده قالت فتشوا لي ولدي مرق اسمه فلان الفلان اسمه رباعي من الجامعه في جامعه السودان الجناح الجنوبي بالذات في مجموعه وكتله من الشباب دي بيسفروا الناس ده الولد الثاني امه تتصل بينا تقول انا ولدي ده فتشوا لي مشى وين ما عرفوا يا ناس ما ندرك بلدنا دي وندرك ابنائنا من هذا الفكر الخطير الموجود الليله يغرسوا في الشباب ويحمسوهم بمقاطع في الانترنت اقتل اذبح ادمر افعل يا ناس الناس تخاف الله وتتقي الله وتنقذ ابنائها على اي حال هذا فيه مشروعيه المناظره كما قال شيخ الاسلام من لم يناظر اهل البدع مناظره تقطع دابرهم لم يوفي الاسلام حقه وده واجب العلماء يناظروا ويناقشوا ويردوا على الباطل ويقولوا كلمة الحق شان تصح عقائد الأمة ومناهجها أعتذر للإطالة في الكلام فإن اعتدت على الاختصار في الخطبة لكن الموضوع الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد عباد الله خطبتنا اليوم بتوفيق الله تبارك وتعالى تكون عن حدث تاريخي مهم وقع في صدر هذه الأمة وهذا الحدث لنا معه فوائد جليلة يستفيدها المسلم في عقيدته وفي سلوكه وأخلاقه وفي تعامله مع الناس جميعا هذا الحدث هو مناظرة ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه مع الخوارج وكان ذلك بعد وقعة صفين فالخوارج هم قوم خرجوا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسلوا السيوف وقاتلوهم واستباحوا دماء الصحابة وأخرجوهم عن الإسلام هذا القرن من الخوارج الذي نبت في ذلك الزمان لا يزال مستمراً وفتنته عظيمة وكلما قطع جزء منه نبت ذلك القرن مرة أخرى ولن يرضى الخوارج بحاكم من حكام المسلمين أبدا إلى قيام الساعة حتى يرضوا بالمسيح الدجال فيكونون معه وجندا له أول من أنشب هذه البذرة الخبيثة رجل يسمى حرقوس ابن زهير وكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويلقب أو يكنى بذل أو يلقب بذي الخويصرة التميمي اليماني رجل اعترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حكم رسول الله
عليه الصلاة والسلام في ذهب جاء من اليمن، فقسمه بين أربعة نفر. قام الرجل فقال: يا محمد اعدل، فإنك لم تعدل. اعترض على قسمة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أول خارجي في الإسلام. قال ابن الجوزي عليه رحمة الله: وآفة هذا الرجل، يعني السبب اللي ضر الزول ده، أنه رضي برأي نفسه وترك رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس مشكلته شاف نفسه أفهم من النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه الصفة موجودة في الخوارج إلى يوم الدين. يحتقر علماء الزمان وأئمة العصر ويزدروهم ويعتبر نفسهم أعلم من الفقهاء ومن العلماء. طيب، من ضيض هذا الرجل ومن نسله خرج الخوارج بعد وقع الصفين، وجرى ما جرى، رفع الناس المصاحف وأوقفوا القتال وطالبوا بالتحكيم. التحكيم يعني أن يخرج رجل من قبل علي رضي الله عنه، ورجل آخر من قبل معاوية رضي الله عنه، ويحتكموا على حقن دماء الأمة. فأخرج علي رضي الله أخرج معاوية عمرا بن العاص، وأخرج علي رضي الله عنه ابن عباس. الخوارج اعترضوا، قالوا: لا نريد. أو مش الخوارج، اعترض الطرف المقابل له، قالوا: لا نريد رجلا منك، لأنه ابن عباس ابن عم علي رضي الله عنهما، ابن عم طوالي. قالوا: ماذا الرجل منك؟ فأخرج لهم أبا موسى الأشعري. ويا أخواننا في قصة بروجوها عندنا في التاريخ وفي كتبنا وإعلامنا، وحتى درسوها لأبنائنا الصغار. يقول لك التحكيم ده عمرو بن العاص ثبت معاوية، وأبو موسى الأشعري خلع علي وخدعوا عمرو بن العاص. يا أخوانا دي قصة مكذوبة، الصحابة ما بيخادعوا ولا يكذبوا ولا يقدروا ولا يخونوا. الصحابة أصدق الناس بعد الأنبياء، وأوفى الناس دينا، وأكملهم علما، وأشدهم تقوى، ما ممكن يخادعوا. القصة دي مكذوبة، قصة التحكيم. اتفق الطرفان على أن يعطى عليا رضي الله تبارك وتعالى عنه، أو يعطى علي 6 أشهر فيقتص من قتلة عثمان. لكن ما في حاجة يسمى، معاوية خدع علي وشال الإمارة لنفسه. يا أخوان هذا كذب. معاوية رضي الله عنه ما نصب نفسه خليفة يوم من الأيام أبدا، ما قال أنا داير الإمارة من علي، كله. طيب، وقع التحكيم، وأخر علي رضي الله عنه التحكيم إلى رمضان، ورجع علي رضي الله عنه بجيشه إلى الكوفة واستقر فيها. فخرج الخوارج. الخوارج في الأول هم ديل الناس اللي قتلوا عثمان رضي الله عنه، دبروا المكيدة وقتلوا عثمان، وأظهروا التشيع لعلي، قالوا: نحن مع علي بن أبي طالب، ونحن من جنده وتابعين له. لما علي رضي الله عنه رضي بالتحكيم وحقن دماء الأمة، قالوا طوالي مرقوا منه 12,000. انت قالوا الخوارج دي 6 أنفار ولا شنو؟ في ناس قايلين مزات الخوارج دي حاجة بسيطة كده. 12,000 خرجوا ونزلوا في منطقة تسمى بحروراء، عشان كده بسموهم الحرورية، لأنهم نزلوا في منطقة حروراء. وخرج منهم رجل يسمى ابن أذينة، عروة ابن أذينة، وقال: لا حكم إلا الله. تحكمون الرجال؟ قال: كيف يا علي ومعاوية تحكم الرجال كويس في دين الله؟ قال: لا حكم إلا الله، ما تحكموا فينا راجل. شوف الزول بليد كيف بالله، كيف يعني لا حكم إلا الله؟ معناه من حكم الرجال يعني؟
وطيب القرآن يحكمك كيف؟ يحكم القرآن برا ولا كيف؟ ما القرآن ده بينطق بالحكم في القرآن رجال. طب المشكلة وين؟ قال لا حكم إلا الله. ولما الخوارج طوالي وأذن مؤذن الخوارج بتاع الإعلام بتاعهم نفس النظام المدور السدك، أنا بجي بربطه له بالواقع، نفس النظام ده طوالي جاء الناطق الرسمي باسم الخوارج قال إن أمير القتال هو شبيب ابن ربعي التميمي، قال ده أمير القتال خلاص. ثاني قال ما في علي رضي الله عنه ولا معاوية رضي الله عنه، ما في ديل، قال أمير القتال شبيب. قال وأمير الصلاة اللي بصلي بهم عبد الله ابن الكواء اليشكري، ده قال الأمير. نفس النظام هسه يجي يقول لك ولينا القائد وبايعناه أبو بكر البغدادي وما تعرف شنو أسامة بن لادن ومنو وليناه، منو الولاو؟ الولاو منو؟ هل بايعه المسلمون؟ هل رضي به الناس؟ كويس؟ ساي بس يجوا يتلموا جماعة يقول لك احنا بايعنا، هسه في بلدنا دي في خلايا وكتل، الفكر ده ذاته يتلموا في بيت ويقول لك بايعنا أميرنا، الحاكم ده ما عنده علينا أي ولاية، يتحاكم للأمير بتاعه ده، كويس؟ هذا من الفساد. بعد ذلك نزل مجموعة منهم في دار وهم 6000، نزلوا في منطقة معينة وتعاقدوا على الخروج على علي وعلى قتال الصحابة وقالوا كفر علي لما حكم الرجال. طيب لما تعاقدوا على الخروج عليه كان الناس يأتون لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه فيقولون يا أمير المؤمنين إن هؤلاء القوم قد أصروا على الخروج، الناس الخارجين عليك وحيفعلوا ويقتلوا. علي بن أبي طالب يقول رضي الله عنه لا أبدأهم بالقتال، تفقه بتاع صحابة ورحمة بالأمة يا أخي، قال أنا ما ببدأهم بالقتال إلا يبدوهم في الأول، قال وسيبدأون، هو عارف إنه حيبدوهم في الأول، قال وسيبدأون، كويس. قال ابن عباس رضي الله عنه ففي ذات يوم دخلت على علي فقلت يا أمير المؤمنين أبرد بالصلاة، أبرد بالصلاة يعني آخر صلاة الظهر شوية لحد ما يبرد الجو، قال أنا داير أدخل على النازل، قال لي حتى آتي هؤلاء القوم فأكلمهم، داير أمشي أتكلم مع الخوارج دير أناظرهم في الفكر بتاعهم ده. قال علي رضي الله عنه إني أخشى عليك يا ابن عباس، قال كلا ما تخاف، قال وكنت رجلا حسن الخلق لا أوذي أحدا. وإخواننا في وقفة مهمة هنا، هذه الصفة صفة جليلة يتحلى بها الداعية، قال كنت حسن الخلق أخلاقي طيبة ما قاعد آذي الناس، عشان كده ما بتوقع الأذى من الناس، وممكن يا اخواننا الأذى يصيب الداعية، لكن الواجب عليه يتحلى بالأخلاق الحسنة. ربنا يقول وقولوا للناس حسنا، ربنا يقول كل عبادي الذين آمنوا يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. الزول يا اخواننا متى ما تمكن من العبارة الطيبة والكلمة الجميلة والأخلاق الحسنة التي تؤلف القلوب، الزول يقوله. ابن عباس قال فلبست حلة جميلة من اليمن، لبس تمام، وهذا فيه التزين لمجالس العلم والمناظرات، الزول يلبس تمام، فلبس لبسا جميلا، قال وترجلت، سرح شعره، قال ودخلت عليهم، فدخلت على قوم ما رأيت أشد منهم اجتهادا في العبادة، ناس عبادة تسمع لهم دويا كدوي النحل، النازل بالليل بيقروا في القرآن، لهم دوي كدوي النحل يقروا في القرآن بالليل. قال جباههم قرحة، جباههم دي لما مجرحة ومتصلبة من كثرة السجود،
وفي روايات تانية كويس قال في خد أحدهم في جبينه مثل شراك النعل زي السير بتاع النعال في خده كده ده من شنو؟ من كثرة البكاء بيصلوا بالليل ويبكوا سبحان الله الخوارج بتاع زماننا ده لا لموا في عبادة كويس ولا لموا في دين صحيح عبادة ساي زي ديلك ما عندهم أتخيل ديل زي ما قال الشيخ الفوزان قال هؤلاء فسقة الخوارج الزمان عندهم عبادة وصلاة بالليل وقراءة قرآن وما مكذبوا الخارج عنده الكذب كفر ما مكذبوا كله كله لذلك علماء الحديث أحيانا يروون حديث عن الخوارج لأنه ما مكذبوا السديل فسقة لا أخلاق لا نزاهة لا عبادة بس ما يفلح إلا في قتل المسلمين الأبرياء والفساد في الأرض بس ده موضوعه سبحان الله ابن عباس قال ترجلت لبس تمام قال ودخلت عليهم فقلت سلام عليكم أو السلام عليكم سلم عليهم قالوا مرحبا بابن عباس ماذا تريد جاي لي أنت قال شوف كلامه بتاع الذكاء وعلم عجيب قال جئتكم من المهاجرين والأنصار من صهر رسول الله قال وهم عليهم نزل القرآن ده بالمناسبة ده يكسر جنحينهم قبل ما يبدأ عشان ما تعملوا فيكم فاهمين انتوا الخوارج قال لهم أنا جئتكم من المهاجرين والأنصار وديل الناس اللي ربنا نزل عليهم القرآن وهم أعلم بتأويله منكم قال وليس فيكم منهم أحد انتوا الخوارج اللي قاعدين دول كلهم ما فيكم صحابي واحد وهذا إخوانا الكلام فيه إجابة على سؤال مهم واعتراض بيجيبوه العلمانيون وأعداء الإسلام اللي بيطعنوا في الصحابة يقول لك الصحابة تكاتلوا فيما بيناتهم وهم شاركوا في قتل عثمان وشاركوا في قتل علي ما شارك في قتل عثمان صحابي أبدا ولا في قتل علي رضي الله عنهما قال لهم وليس فيكم منهم أحد مجموعة منهم قالوا بنناقش ابن عباس مجموعة منهم قاموا قالوا لا تناقشوا قريشا فإن الله تعالى قال بل هم قوم خصمون قال لهم هوي قريش ده تقدروا عليهم ما تناقشهم واحدين قاموا النقاش واحدين قالوا لا بنناقش فجلس ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه فقال لهم ما تنقمون على صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم انتم موضوعكم شنو مشكلتكم مع علي رضي الله عنه شنو كفرتوا ودار تقتلوا وتقتلوا المعاو ليه ويخواننا هذا فيه فائدة عظيمة أن الأفكار الخربة المنتسبة للإسلام لا تعالج إلا بالنقاش العلمي يعني القضية مش تقول لي ديل نبذوهم وكده ألعنوهم بس كده خلاص شوف ذو الحامل فكر إلا تناقشوا علميا تناقشوا تخرج منه الأفكار الخربة وتقنعوا ألا في كثير من الناس الواحد يكون عنده ولد يتشرب المنهج ده ما خلاص إحنا مبتلينا في البلد دي وبتلينا بالمنهج ده وقاعد عندنا ووريك جاي من وين كويس في كثير من الآباء الواحد لما يشوف ولده يتشرب المنهج ده طوالي يقول لك بمنعه ما يمشي الجامعة تاني وبوقفه وبعمل ما بحل المشكلة ده أقنعه ناقشه علميا كسر له الشبهات اللي عنده دي لأنه زول ده انطلق من معلومة ومن فتوى أدى له شيخ للأسف الشديد عشان كده ابن عباس قال لهم ما تنقمون على صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار ثم ناقشهم نقاشا بديعا جميلا اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا محمد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد قالوا
ننقم عليه أشياء. دي الأشياء اللي كفروا بها. قال هاتوا ما عندكم. قالوا الأولى أنه حكم الرجال في دين الله، والله تعالى يقول إن الحكم إلا لله. قال هذه الأولى؟ قالوا نعم. قال هاتوا الثانية. قالوا قاتل، يعني قاتل الطرف الآخر من المؤمنين ولم يسبي، ما أخذ سبايا منهم من النساء، ولم يغنم، ما أخذ الغنائم بتاعته من الأموال. طيب قالوا هذه الثانية. قال هاتوا التي بعدها. فقالوا علي محى عن نفسه اسم أمير المؤمنين، فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. قالوا له كيف يمسح؟ يقول أنا ما أمير المؤمنين، امسح عن نفسه. لو هو ما أمير المؤمنين معناه أمير الكافرين. طيب دي الثلاثة بتاعتهم. قال هل عندكم غير هذه؟ قالوا تكفينا هذه. الثلاثة دي قالوا كفاية. طب كفرنا بيا علي، عشان تعرف سذاجة الخوارج. وللليلة دي بيبنوا أحكام على مسائل ويكفروا الناس بأشياء ما بتكفرهم. الليلة الخوارج، الدواعش، وجماعة الأخوان المسلمين كويس، وناس بلادن، وتنظيم القاعدة، وبتاع أيمن الظواهري، المجموعات دي كلها فكرهم فكر ضحل جدا، يكفرك انت كمسلم بأبسط الأشياء، أشياء ما بتكفر. يقول لك الحكومة هي طبقت الشريعة؟ ما طبقتها، كافرة وكده بس. يا أخي أي زول ما طبق الدين معناه كافر؟ السارق طبق الدين ولا ما طبقه؟ الزول اللي بيسرق حرامي، ما طبق الدين كافر؟ ما كافر. الزاني زول بيزني فاتح له بيت بتاع دعارة عديل كويس، ده طبق الدين ما طبقه كافر؟ ما كافر. البشرب الخمرة كافر؟ إلا يستحيل يا أخواننا. عشان كده الخوارج بيكفروك بحاجة زي دي، بس خالفت الشريعة كفروك طوالي. فكري عجيب جدا. شوف ابن عباس ناقشهم كيف علم وفهم رضي الله عنه. قال أما الأولى قلتم حكم الرجال في دين الله، والله يقول إن الحكم إلا لله كويس. قال لهم لو جئتكم من القرآن بما يخالف قولكم أترجعون؟ قالوا نعم. وطبعا يا أخوانا فيهم ناس صادقين، أكان تبين لهم الحق بيرجعوا. قالوا نرجع. قال فإن الله حكم الرجال في ربع دينار، في ثمن أرنب حكم الرجال. لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى اثنين، يعني ذوى عدل منكم يحكم به. قال لهم ربنا حكم الرجال في ثمن أرنب ولا ما حكموا؟ قالوا نعم. قال لهم الأهم التحكيم في ثمن أرنب فقط ولا التحكيم فيما يصلح شؤون المسلمين؟ قالوا هذه أهم. قال لهم خرجت من هذه؟ قالوا خرجت. انتهت الأولى. الثانية قال قولكم قاتل ولم يسبي ولم يغنب. قال أتعلمون أن عائشة رضي الله عنها هي أم المؤمنين؟ قالوا نعم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. عائشة أم المؤمنين. قال تسبون أمكم؟ در تسبوا أمكم؟ فقال إن قلتم ليست بأمنا، لو قلت دي ما أمنا كفرتم، ولو قلتم نسبيها ونفعل بها ما يفعل بغيرها خرجتم من الإسلام. قال لهم فأنتم بإحدى ضلالتين، واحدة من الاثنين. قالوا خرجت من هذه. لا بنقدر نسبي عائشة رضي الله عنها ولا بنقدر نقول هي ما أمنا. قال لو خرجت من دي. قال أما الثالثة قلتم محى عن نفسه اسم أمير المؤمنين. قال من هو خير منه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. في صلح الحديبية
لما صالح سهيل ابن عمرو ابن عمرو وابا سفيان ابن حرب قال لهم قال لعلي بن ابي طالب اكتب من محمد رسول الله الى سهيل ابن عمرو قاموا قالوا له لو نعلم انك رسول الله ما قاتلناك كيف تكتب رسول الله اكتب محمد ابن عبد الله قال لعلي بن ابي طالب امحو امسحه واكتب من محمد ابن عبد الله الى كذا كذا فقال لهم الرسول عليه الصلاه والسلام محى عن نفسه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يتعلق بالصلح قال لهم خرجت من هذه قالوا خرجت من هذه فرجع منهم 2000 من 6000 ذلك كلهم رجعوا الى الحق وخرج 4000 فقتلوا جميعا خرجوا على علي بن ابي طالب بعد ذاك بعد ما قتلوا عبد الله ابن خباب وبقروا بطن زوجته شوف الله الناس الخبيثين كيف قتلوا ابن صحابي ده بعد ما قتلوا شرطوا بطن مرته مرته حامل واخرجوا جنينه فلما علي بن ابي طالب سالهم قال لهم ليه فعلتوا كده قالوا ليه قال لهم من الذي قتله عبد الله ابن خباب قالوا كلنا قتلوا كلنا نحن قتلناه بس فقاتلهم علي بن ابي طالب رضي الله عنه وقطع شافتهم وانتهى من بذره الخوارج في الوقت ذاك وفضل منهم بقايا في بقايا قعدوا منهم لحد ما لما فيهم الحجاج الحجاج بن يوسف ده كمان الله سلطه على النوعيات الزيدية وده سلطه على الكويسين وعلى الكعبين سبحان الحجاج بن يوسف زول خطير عشان كده جاء في الحديث يكون في ثقيف قبيلة دي ثقيف كذاب ومبير الكذاب مسيلمة من ثقيف والمبير الحجاج المبير يعني ذو السفاك حجاج قتل العلماء وقتل الصحابة وسفك عشان كده لما جاء أهل العراق والعراق دي بس دار زي الحجاج ده بينفع معاهم كويس وإن كان الأولى تولية الصالح من المسلمين والصحيح الحجاج ده أول ما دخل رسلوا يزيد لهم جاء داخل الخطبة بتاعت الجمعة ملسم طلع على المنبر يا أهل العراق قال لهم يا أهل النفاق قال لهم لقد أرسلني أمير المؤمنين بصوتين بصوت عذاب وصوت رحمة أما صوت الرحمة فقد ضاع مني في الطريق عذاب بس بعدك قتل ناس وسفك دماء وأجرم في الأرض إجرام عجيب جدا على أي حال ابن عباس فقيه عالم ناظر الخوارج يرجع منهم عشان كده يا اخواننا الخوارج اللي قاعدين الليله ديل يقول لك داعش وتنظيم شنو جبهه نصره وكل مره ودول كلهم افراخ الاخوان المسلمين الفكر ده كله قاعد في كتب في سوقنا ده قاعده يعني ما تتخيل الفكر ده بزعي الناس ذو الخويصره وانتهى هسه في اروح معايا المكتب اوريك في مكاتبنا دي قاعده كتاب ظلال القران كتاب معالم في الطريق كتاب العداله الاجتماعيه قاعده الكتب والفكر ده شغال ويفتك في أبناء الأمة أسا قبل أيام اتصلت واحدة قالت فتشوني ولدي مرق اسمه فلان الفلان اسمه رباعي من الجامعة في جامعة السودان الجناح الجنوبي بالذات فيها مجموعة وكتلة من الشباب دي بيسفروا الناس ده الولد الثاني أمه تتصل بينا تقول أنا ولدي ده فتشوني ومشى وين ما عرفه يا ناس ما ندرك بلدنا دي وندرك أبنانا من هذا الفكر الخطير الموجود الليلة يغلسوا في الشباب ويحمسوهم بمقاطع في الانترنت اقتل اذبح ادمر افعل يا ناس الناس تخاف الله وتتقي الله وتنقذ ابناءها على اي حال هذا فيه مشروعيه المناظره كما قال شيخ الاسلام من لم يناظر اهل البدع مناظره تقطع دابرهم لم يوفي الاسلام حقه وده واجب العلماء يناظروا ويناقشوا ويردوا على الباطل ويقولوا كلمة الحق شان تصح عقائد الأمة ومناهجها أعتذروا للإطالة في الكلام فإن اعتدت على الاختصار في الخطبة لكن الموضوع مهم أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا علما ينفعنا وأن يرزقنا إخلاصا يرفعنا أسأله تعالى أن يرزقنا إيمانا صادقا ويقينا خالصا وعلما نافعا وشفاء من كل داء إنه جواد كريم وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.